صديق الأمس منافس اليوم، الأهلي بيواجه سان داونز للمرة الثالثة على التوالي، لكن المرة دي تحت قيادة بيتسو موسيماني اللي حقق نتائج تاريخية مع سان داونز خلال 8 مواسم، وعارف أبرز لاعبي الفريق ونقاط القوة ونقاط الضعف. بيدير الفريق دلوقتي 2 مديرين فنيين، رولاني ماكوينا ومانكوبا، وهم كانوا مدربين المساعدين لموسيماني، وفي حالة اختلفوا في أي قرار بيرجعوا رئيس النادي باتريس موتوسيبي وهو رئيس الاتحاد الأفريقي حاليا. الفريق ما اتغيرش كتير عن السنه اللي فاتت، ابرز لاعب الفريق هما فيمبا زواني وسيرينو اللي بدلوا اماكنهم الموسم ده من الجناح اليمين للجناح الشمال، واضاف عليهم المهاجم الدولي الناميبي شالولاي اللي كان هداف الدوري الجنوب افريقي الموسم اللي فات ب 16 هدف واشتروه الموسم ده، لغايه دلوقتي مسجل 17 هدف مع الفريق وصنع 8 اهداف خلال 33 مباراه. فيمبا زواني بيواصل تقديم مواسم ممتازه مع الفريق وسجل 12 هدف وصنع 5، لكن سيرينو مستواه قل نسبيا، سجل 5 اهداف وصنع 3. بيعتمد سان داونز مؤخرا على خطه 4 3 3 بعد ما كان بيلعب 4 4 2، وغير مكان زواني اللي كان بيلعب وسط ايسر وبقى جناح ايمن في الوقت الحالي. التشكيل المتوقع اونيانجو في حراسه المرمى قدامه 4 لاعبين، مورينا على اليمين ولاكاي على الشمال ودرويك وليفوسا قلبين دفاع، ويكون على الدكة مديبة اللي بيعرف يلعب باك يمين وباك شمال في نفس الوقت، بالإضافة لقلب الدفاع ناسيمنتو اللي ممكن يشارك بدلا من درويك. وسط ملعب الثلاثي مابوي اللي كان بيلعب وسط أيمن مع موسيماني وكويتزي ومخوليزي، وعلى الدكة بيكون كيكانا وجالي. وفي الهجوم الثلاثي زيواني وسيرينو وشالولاي، وعلى الدكة إيراسموس وفيلاكازي. زيواني ممكن ما يلعبش، لكن مؤكد انه هيلحق مباراة العودة. ابرز نقاط القوة عند سان داونز ان عندهم ثلاثي هجومي ناري، دايما بيكون فيه مرونة كبيرة جدا في التحرك بين الثلاثي الامامي. التحركات دي بتخلخل الدفاعات وبتسحب لعيبة العمق لجوه، وبتخلق مساحات على الاطراف وفي العمق. الفريق مسجل الموسم ده 66 هدف، زيواني وتشارولاي المساهمين في 65% منهم. سان داونز بيعتمد على الناحيه اليمين في بناء اللعب والتحضير، وده بيظهر في الارقام الخاصه بنسبه المراوغات الصحيحه ونسبه استخلاص الكوره في الناحيه دي، وهنا بيجي دور مهم جدا للظهير الايسر للاهلي اللي هيلعب في غياب معلول، سواء كان ايمن اشرف او وحيد، والجناح الايسر اللي غالبا هيكون طاهر او كهربا، انهم يقفلوا الجبهه دي. فيمبا زواني عنده ميزه كبيره جدا في استخلاص الكرات الثانيه، اكتر لاعب الفريق اخر 5 ماتشات استخلاص الكرات الثانيه ب 11 استخلاص، سجل منهم هدفين، واكتر لاعب في الفريق صنعا الفرص الخطيرة 10 فرص اخر 5 ماتشات. شالولاي الاضافة كبيرة للفريق، اعلى مهارة من فيلاكاتزي وبيجيد اللعب برجله الاثنين وبيجيد لعب الرأسيات كمان، بالاضافة انه بيلعب كويس جدا خارج ال 18 وبيصنع اهداف كتير، وده اداله ميزة كبيرة للمشاركة اساسيا بدلا من فيلاكاتزي. كويتزي لعب الوسط نقطة قوة كبيرة جدا لسان داونز، وهو محور اللعب في بناء الهجمات، دايما بيكون من ضمن الحلول الأساسية لقلبين الدفاع والظاهرين في استلام الكرة. كويتزي دايما لما بيستلم الكرة بيسلم الكرة الأقرب، سواء مابوي أو مخوليزي، وهما اللي بياخدوا المبادرة في لعب الكرة للأمام. فلو موسيماني عايز يقفل بناء اللعب يضغط على كويتزي خلال عملية بناء الهجمة، هيعطل نقطة قوة كبيرة جدا لسان داونز، وغالبا الضغط ده هيكون عن طريق محمد مجدي قفشة. نقطة قوة تانية للفريق وهي زيادة خط النص، بتلعب الكرة لأحد الثلاثي الهجومي بيدخل العمق، وزي ما قلنا الثلاثي الهجومي بيسحب معاه خط الوسط وخط دفاع المنافس وبيفضي المساحة للي جاي من ورا، وبيدخل اللي جاي من ورا وبيسدد، وغالبا بيكون عن طريق لاعب وسط الملعب مابوي. نقطة القوة الأخيرة عند سان داونز هي الظهير الأيسر لاكاي، متعهد الضربات الثابتة، سجل 4 أهداف الموسم ده من ضربات حرة كلها اتلعبت بنفس الطريقة، عن طريق فيمبا زواني بيدخل يموه ويهوش، ويدخل لاكاي يسدد في نفس زاوية الحيطة، بالإضافة إنه بيلعب ركلات ركنية كويس جدا ودايما بيلعبها على عرضة قريبة. بالنسبة لنقاط الضعف، أبرز نقطة ضعف عن سان داونز هو قلب الدفاع الأيسر ليبوسا، عنده كوارث في التمركز وكوارث في قرارات الضغط، اتسبب في أكتر من 50% من الأهداف اللي استقبلها سان داونز الموسم ده، وهنا بيجي دور حسين الشحات اللي لازم ياخد تعليمات باللعب في العمق ويلعب عليه هو محمد شريف. المشكلة التانية عن سان داونز إنه بيطير الباكين، وبالتالي يبقى 8 لاعبين في الحالة الهجومية، ودي مشكله كبيره خاصه ان قلبين الدفاع لسان داونز سواء ناسيمنتو او درويك او ليفوسا كلهم بيعانوا من البطء الشديد. الحاله الهجوميه لسان داونز بتعتمد على دخول ثلاثي الهجوم للعمق زي ما قلنا عشان يفتحوا مساحات الظهرين، مع دخول كمان واحد او اثنين من لعيبه العمق في وقت قطع الكوره مش بيبقى فيه ارتداد سريع وبيتم تشكيل خطوره كبيره جدا عليهم. في العادي سان داونز بيعتمد على الضغط المتوسط في الضغط على الخصم، لان الضغط العالي بيفتح خطوطهم ويوسع المساحه ورا الظهرين، فالفريق بيكون منظم جدا في حاله الضغط المتوسط،
لكن اللعب السريع والهجمات المرتدة دايما بتشكل خطورة كبيرة جدا عليهم. في النهاية مواجهة صعبة تنتظر موسيماني مع فريقه السابق، لكن الأهلي قادر على تخطي التحدي الصعب في طريقه نحو العشرة.